غمض عينك يا عربي. مين؟ انا؟ ايوه انت تغمض عينك، وده انا هو بس اللي غمض عيني في البيت ده. ضغط يا عدوله، ده هي لو عريانه لا مؤاخذه انا ملزوم اغطيها. لا انا بقول لك غمض عينك عشان ما تسترعش، لان دي لو اصطبحت بوشها يومك مش هيعدي، يعني ممكن سلك الكهرباء فولت عالي ينزل على نفوخك، ممكن تقع تحت عجلات المترو. اسالني انا. يا مصطفى مين اللي سايب الميه مفتوحه؟ مش انا حياة، انا وانيسه قافلها قبل ما نخرج من الحمام. عدوله هو اخر واحد خارج من الحمام. وهو مال؟ هو دريان بحاجه، انت عارف فاتوره الميه كام الشهر ده؟ بدأت حكايه الميه دي جت لها من السما، هتلضم فيها الطريحه بتاعت كل يوم. ليه شايفني وليا نكديه؟ شايفني مجنونه بتخانق مع دبان وشي ولا نكسه شعري؟ يا راجل ده انت كل يوم بتخرج من صباحيه ربنا ما ترجعش غير انصاف الليالي، هو انت عايش معانا؟ اهدي يا ابله حياه، اهدي ما تعصبيش نفسك. لا تهدى ازاي؟ ده لو قامت يوم ما عدنتش عليا يبقى القيامه هتقوم. عربي شفت اهو هو اللي بينقشني. ما تلم الدور بقى يا عدوله، ايه الاستباحه المنيله دي؟ انا اللي لم الدور؟ ها والله ما انا فاطر حاجه تسد النفس. هو زعل ليه يا ولد؟ سيبك منه. احسن وفرت يا اخويا، هو انت فالح في حاجه غير انك ليه النهار تنزل تشتري في كتب وتكوم، تشتري في كتب وتكوم لحد ما البيت ما بقى مزبله ومليان صراصير وفران، حتى الواحد مش عارف يمشي وياخد راحته في البيت. كل هم ولا يهمك انت يا اختي، اخرجي بس بسرعه عشان نلحق نفطر.